يعني موضع الصلاة في بيوتكم تكون بعد أشهد أن محمد رسول الله المرة الثانية، يقولها بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا قال أشهد محمد رسول الله المرة الثانية يقول صلوه بيوتكم صلوه بيوتكم، يقولها مرتين، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإذا كان في أذان الفجر يقول صلوه بيوتكم صلوه بيوتكم، ثم يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جميل. فموضعها إذن بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول المؤذن صلوا في بيوتكم. وأما ماذا يقول المستمع للمؤذن فلم يرد في هذه المسألة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول إن المستمع عندما يستمع المؤذن ويقول صلوا في بيوتكم يسكت، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.